الله عليه وسلم أنه قال: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر وكان له جليس يجالسه أعمى، فكبر الساحر ثم قال للملك: هلا بعثت لي بغلام كي أعلمه السحر؟ لأنه كبر في سني. وكان هذا الملك يستعين بهذا الساحر على ملكه، وكان هذا الساحر كان هذا الملك يدعي أنه رب وهو يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فأرسل إليه الملك غلاما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان هذا الغلام إذا مر في طريقه إلى الساحر وجد راهبا يعبد الله تعالى، فكان ينظر إلى عبادة الراهب وينظر إلى فعل الساحر. فمر ذات يوم بالطريق فوجد دابة عظيمة، فقال: اليوم أعلم إن كان الساحر على حق أو الراهب. فقال: اللهم إن كنت تعلم أن الراهب أحب إليك من الساحر فاقتل هذه الدابة. ثم رماها بحجر فماتت، فعلم أن الراهب على الحق، فأتاه فأخبره، فقال: أي بني، إنك اليوم صرت مستجاب الدعاء، فإذا سئلت فلا تخبر عني. ثم انتشر أمر الغلام أنه يدعو فيستجاب له، فأتى ثم قال الراهب للغلام: إذا تأخرت عندي وسألك الساحر أين كنت فقل: كنت عند أهلي، وإذا سألك أهلك فقل: كنت عند الساحر. فأتى فقال جليس الملك، وهذا الحديث صحيح في صحيح مسلم، فأتى فقال جليس الملك للغلام: أدع لي بالشفاء. قال: اشفني. قال: إنما يشفيك الله، فإن أنت آمنت بالله وكفرت بالملك دعوت الله فشفاك. فقال: آمنت بالله وكفر بعبادة الملك، فدعا الله فشفاه. فلما شفي أتى إلى الملك هذا الجليس وقد شفاه الله تعالى وصار يبصر، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: الله. قال: تعبد غيري؟ قال: ربي وربك الله. قال: من علمك هذا؟ قال: الغلام. فأتي بالغلام فسئل قال: من علمك هذا؟ قال: الراهب. ثم أتي بالراهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحفر للجليس لجليس الملك حفر له حفرة، ثم قيل: ترجع عن دينك؟ فأبى. قال: فوضع المنشار بين مفرق رأسه، مفرق شعره رأسه، ثم نشر حتى صار على شقين، فسقط شقاه على الأرض فمات. ثم فعل بالراهب كما فعل بالجليس. ثم قيل للغلام: ارجع عن دينك، فأبى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأرسله الملك وأرسل معه بعض جنوده، قال: اصعدوا به أعلى الجبل، ذروة الجبل، فإن رجع عن دينه وإلا فألقوه من ذروة الجبل. فذهبوا به إلى الجبل، فلما صعدوا فوق الجبل قال: اللهم اكفينيهم بما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحرك الجبل فسقطوا، ثم أتى يمشي بقدميه على الأرض. فلما دخل قال: أين، ماذا فعل جنودي؟ قال: كفانيهم الله. ثم أرسل معه مجموعة، أرسل مجموعة معه من الجنود، فقال: اصعدوا به البحر.
فإن رجع عن ديني وإلا فألقوه في البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فركبوا قرقورا. قال النووي رحمه الله: القرقور السفينة الصغيرة مركب. فلما انتصفوا البحر وأمروه بالرجوع عن دينه قال: اللهم اكفيني بما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانكفأت فغرقوا فتعلق في خشبة حتى أتى إلى الملك. قال: أين جنودي؟ ما فعل جنودي؟ قال: كفانيهم الله. فتعجب الملك من حالي، قال: إنك لن تقتلني حتى تفعل ما أقول. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك ورميتني بهذا السهم قتلتني. قال: فجمع الناس في صعيد واحد ثم صلبه، فقال: بسم الله رب الغلام، والناس يسمعون. قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوقع السهم في صدغيه فمات. فقال الناس: آمنا بالله رب الغلام، رب الغلام. فقال بعض جلساء الملك للملك: قد وقع والله ما كنت تخاف، قد وقع والله ما كنت تخاف. آمن الناس، فحفر الأخاديد، فأمر بالأخاديد فخدت فحفرها، ثم أضرم فيها النار، فكان يأتي بالرجل فيقول والمرأة: ارجع عن دينك، فيأبى فيلقيه في الأخدود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى جيء بامرأة وهي تحمل صبيا لها ترضعه، فلما رأت النار تقاعست. قال النووي رحمه الله: أي رجعت. فأنطق الله الغلام، قال: يا أما اصبري إنك على الحق. فصبرت فأدخل النار. هذا الحديث العظيم ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا في تفسيره لسورة البروج: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، إلى آخر الآية. والقصة دي يا جماعة فيها فوائد كثيرة جدا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، القصة دي فيها فوائد. الفائدة الأولى إنه كثير من الناس من الجهلة يستعين على الملك بالسحرة، ويظن أن هؤلاء السحرة سبب في بقائه في ملكه. عشان كذا فرعون استعان بشنو؟ بالسحرة. وده استعان بالسحرة، بالساحر. وكثير من الجهلة قالين الأمر ده بيجي عن طريق السحر، وعن 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 إلى آخره. والله تعالى حسم هذا الأمر فقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله تعالى هو الذي يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. والإنسان أصلا العاقل ما بيسعى وراء الملك، الزول أصلا العاقل ما بيجر وراء الملك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه بأن يجعله على مكان، سأله الإمارة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمانة. قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلى آخر الحديث. فصار بعدها أبو ذر رضي الله عنه وغيره من الصحابة لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم
أن يكونوا على منصب وعلى إمارة إلى آخر. الزول العاقل كان شكي إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى في صفة الصفوة قال وحب السلطة والرئاسة، قال هذا آخر أمراض القلوب خروجا منه. في ناس الله ابتلاهم بحب المال بس جاري ورا القروش قروش قروش قروش، في ناس الله ابتلاه بشهوة النساء نساء نساء نساء، دي شهوته لما يموت كذي أو يتوب الله أو يتوب الله عليه. في ناس الله ابتلاه بال قال نفسه متاعه بس في الأكل والشراب، ناس في البنيان ناس في وين ناس وين، دي كلهم مبتلين مبتلون بأمراض. لكن من أخطر الناس أمراضا الذي يبتلى بحب الرئاسة والتصدر وهو إلى آخر، إنسان يكون متواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، تقي يعظم الله تعالى ويخاف الله يفعل الأوامر يجتنب النواهي، وغني كما قال ابن عثيمين غني غنى النفس غني بالله عن خلق الله، استغني بالله عن جميع خلق الله تعالى، ما بيسأل الناس ما بينكسر للبشر إلى آخره. بعدين الخفي كن من عامة الناس وخفي وما تتصدر وما خليك زول عادي بس في نص الناس، وادعو الله تعالى وبلغ دعوة الله ما استطعت، اتعلم اشتغل ربي أولادك على الخير على الكذي وهكذا حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. انت إلا تبقى متصدر وإلا الناس تشير لك بالبنان إلى آخره، هذا كله من المرض الذي ابتلي به كثير من الناس. الفائدة الثانية من فوائد الحديث أن الساحر ضعيف ضعيف كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وفي النهاية الساحر إن طال الزمان أو قصر بيموت، الساحر إن طال الزمان أو قصر بيموت بفارق الدنيا، وإذا مات فإن مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها، لأن الله تعالى قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. تعلم السحر أو السحر والعمل بالسحر والذهاب إلى السحرة والاستعانة بالسحرة ده من الكفر بالله تعالى المخرج عن ملة الإسلام. الفائدة البعدة أن العبد الواجب عليه أن يعتمد على الله، ودي أعظم فائدة في الحديث ده، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. ده ملك الناس بتعبده يستعين بساحر غيره 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 من المصائب والأشياء، الغلام ده كان بيستعين بالله سبحانه وتعالى، يطلعوا الجبل يقول اللهم اكفينيهم بما شئت، الجبل يتحرك الجنود يقعوا انتهوا، تاني يجيبوه يودوه البحر اللهم اكفينيهم بما شئت يغرقوا يراجع، متوكل على الله تعالى معتمد على الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية لما جاء الموت موضع الموت قال له حتى تقول بسم الله تجمع الناس في صعيد واحد إلى آخره ما ذكر وما داعي للتكرار. فالعبد يستعين بالله ويتوكل على الله ويعتمد على الله، مش زول يكون مؤمن يا ناس يقول في الصلاة في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، وده معلوم عندكم تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والقصر والاختصاص، يعني إنت الليلة بتقول إياك نعبد يعني يا الله لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك يا الله سبحانه وتعالى. تاني الزول يا ناس يعتر إيه ده رجع يقول يا فلان الحقنا ويا علان أفزعنا، فلان فارق الدنيا، استعين بالأموات وبالغائبين، والله تعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت
والحي الواحد الأحد الفرد الصمد المبموت هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له. فالغلام ده كان بيستعين بالله تعالى. شكل الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد من خاف قوما أن يقول، الزول لو خايف له من الناس، خايف الناس ذي ليازو، الرسول عليه الصلاة والسلام أداك دعاء معين، قال تقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، عبارة عن جملتين، اللهم دعاء، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، نستعين بك ونستعيذ بك يا الله سبحانه وتعالى من شرور هؤلاء. الفائدة البعادة من فوائد الحديث التضحية من أجل تبليغ دعوة الله تعالى. الغلام ده ما رموه في الجبل، خطوه فوق الجبل والجبل اتهز بعد دعا الله سبحانه وتعالى، كان مفروض بعدها يمشي أهله ويمشي لمنطقة تانية والله فكاه من المصيبة دي خلاص يهرب. لكن ليه جراجع تاني للملك وتاني ودوا البحر وتاني جراجع بعد الله نجاه؟ لأنه عنده رسالة معينة دار يوصلها مع إنه غلام صغير. والعلم لا يقاس بصغر العمر ولا بكبر العمر، وإنما العلم بما عند العبد. ولذلك ابن عثيمين رحمه الله قال والعلماء ورثة الأنبياء، بشرح في حديث في صحيح، بشرح في بلوغ المرام في كتاب الطهارة في المقدمات، قال ليس كل عالم وارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال والعلماء ورثة شنو؟ الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ما أي عالم وارث عليه الصلاة والسلام، هو عالم، لكن ما معنى أي عالم ورث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لأن الوارث يخلف الموروث فيما ورثه، فمن لم يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الحق وإلى العلم النافع قولا وعملا فليس بوارث له بمجرد العلم، كثرت معلومات ساي. فإنت لابد تبلغ دعوة الله، تنشر دعوة الله بين الناس. الناس هسي في واحد، ناس كتار، لأن البلد دي ما قاعدين فيها والناس كلها مشتتة، من ده من هنا وذاك من هنا، اجي يتعلم هنا ولله الحمد، اقرأ أساس وثانوي وجامعة ويمش قدام ويحضر ماجستير ودكتوراه ويتعلم، وبعضهم يشار إليه بالبنان، بلده فيها من الشر ما فيها، هو محترم عندهم، إن قال كلمة بيسمعوا له تلقاه يكتب، ما يقدر يقول لهم يا ناس الجباب اللي بتمشوا لها دي تتبر، لا تنبي الزول لا تشتم زول ولا أي شيء، بس بالراحة والريو يا ناس الجباب اللي بتمشوا لها دي ما تشيلوا ترابة تتبركوا بيه، يا ناس ما تطوفوا بيه، الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، في محل معين تطوف بيه هناك، يا ناس ما تنادوا أهلها، ده من الشرك بالله تعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعلمنا الألفاظ الشرعية والعقيدة الصحيحة، العفو لله والعفو لله والرسول، يقول لهم لا، العفو عبادة والعفو لله وحده، الرسول تحترموه تحبوه لكن ما تقول العفو لله والرسول. حتى في الدارية يقول لك وضعناك الله والرسول، تقول لا، تقول حتى لو بالدارية وضعناك الله، يعني جعلناك في حفظ الله سبحانه وتعالى، ما في حفظ غيره. أشياء كثيرة توري الناس تبين لهم ما تكتم الحق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. في آخر فائدتين لأن الزمن طال ومعليش طولنا عليكم. الفائدة الأولى من الفائدتين ديل في فوائد كثيرة في الحديث، لكن اختصارا فائدة الأولى أن من علم الله من نفسه الخير سيهديه إلى الحق،
شوف اي زول جوه في قلبه ده في خير، حتى لو هو في بيئة الضلال الله بمرقه يبقيه على الحق. والدليل جليس الملك الأعمى ده، زول بجالس الملك زي المستشار له وأعمى. لما الأعمى ده علم الله من قلبه الخير وأراد له الهداية، جاب الغلام وعرف إنه الغلام ده الله بقى يستجيب دعوته سبحانه وتعالى، يعني صار مستجاب الدعوة. بعدين قال له ادعو لي بالشفاء أن يرد علي بصري. فقال أو قال رد علي بصري، قال إنما يشفيك الله، يشفيك الله، تنسب الفضل لله تعالى. فإن أنت آمنت دعوت الله لك، أنت كان آمنت أنا بدعو لك الله سبحانه وتعالى، آمن دعا لي الله، الله رد لي بصره. مفروض هو لو زول أصلا بتاع مصلحة بس، أيوة مش ردت لي بصري خلاص أنا رجعت تاني للملك، لا له وبقي على الإيمان، لأنه الله رد لي بصره الفوق وبصيرته الجوة تحت في قلبه الاثنين. بعد ذاك تاني ما رجع، حتى لما جابوا المنشار قبل هو حريص على البصر بس، ترك الدين الباطل الفيو وبقى عليه حق بسبب البصر، لكن لما وصل للحق ترك البصر والسمع والدنيا كلها وجسده كله، جابوا المنشار أبى يرجع ذلك، لأن الله قذف في قلبه الهداية وعلم منه الخير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الفائدة الأخيرة وأختم بها، كثير من الناس يفهم الحديث ده فهم خاطئ، بيقول لك بجوز العمليات التفجيرية، يسموها العمليات الاستشهادية بتاعت الدواعش والتكفيريين والجماعة ديل، شغل بتاع الضلال باسم الدين، يجيبوا الشباب الأولاد الصغار يحضرون في اللابتوب، انت تشوف شكلهم تقول، تشوف علامة الجودة بتاعتهم وناس تقول ديل ناس دين وناس كويسين وكذي، بعد شوية يغشوا الجماعة الأولاد صغار يجيبون، وهؤلاء شوف في الصومال بيعمل لهم شنو، وشوف في ليبيا، وهذا الطغيان في سوريا شوف الحاصل كيف، وفي فلسطين، ويجيبوا لهم كذي كم مقطع، والبنات يغتصبن والأموال تضيع، وهؤلاء وفعلوا وحكام المسلمين وولي إلى آخره، وساكتي وما ساكتي كلام طويل، ويستفز عواطف بتاعت الشباب، ويجيبوا لهم بعض القصائد كذي ملحنة، ويعيشون في عالم تاني شغل بتاع عاطفة، يجرون شوية شوية شوية، الولد بعد شوية يبقى لك تكفيري، لم فيك انت وفي ناس البيت كلهم كفار، حاكم ده كافر، البلد كلها كافرة، وين؟ ها والله ماشيين، ماش وين؟ برا البلد، اتصل بأمه سلام عليك انت وين يا ولد لك كم يوم؟ أنا والله سي وصلت ليبيا ومركتها بغادي، ماش وين؟ ماش شبايع الدولة الإسلامية، وأنا مع الدولة الإسلامية، وأنا مع الدواعش وكذي. بعد شوية يلبسوه حزام ناسف، القادة الكبار ما لابسين حزام ناسف، والغشوه هنا قاعدين في المكيفات هنا راكبين في العربات، يغشوه المسكين يضيعوه، يودوه هناك يلبس الحزام الناسف، يلقى له مجموعة من الناس رب ينط في نصهم يقتل نفسه ويكتلهم وخلاص، ده الدين. الدليل شنو؟ الغلام ما قتلوه والناس أسلموا، ده ما دليل، الدليل ده جابوا واحد بيجيبوه في التلفزيون ما دار يجيب اسمه، البلد دي شتمة بترضى الكلام فيه للأسف، شكله زي شكلنا كده دكتور ويجيبوه في قناة طيبة، عنده مسجد في جبرة، الزول ده وفي الإفتاء، وين البلد دي شت ما يرضوا الكلام فيه، عنده كتاب اسمه حوار مع شاب، وكتاب اسمه الاستبداد السياسي، الرجل ده قريت له الحوار مع شاب ده من الصفحة للصفحة كذي كلها كذي، هس تجيب اسمه لهم دي شتة كورك في المغابر، يقول لك اها انت بتجي تتكلم فيه ده داخل في الصيام بيفتي، في اي شيء بيفتي، في اي شيء بيفتي، قول في اي شيء بيفتي، ضل في المساله دي، مسائل التكفير ومسائل الخروج والمسائل دي ضل فيها، انحرف عن الصراط المستقيم. المهم كتاب حوار مع شاب
قال من الأدلة على العمليات الاستشهادية دي جاب مجموعة وجاب له ضوابط وحاجات وكلام كله مفند ما صحيح وخاتي في غير موضع. قال الدليل قصة الغلام، والغلام يا ناس ما فيه دليل على التفجيرات. وأنا أديكم بس بعض الأمثلة بسيطة جدا لأنه الموضوع ده مهم ضل الكثير من الناس. واحد، الغلام ده في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده ولا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كان في من كان قبلكم، ورب العزة والجلال قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الناس الأنبياء كلهم بيتفقوا في العقيدة، لكن في الشرايع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأمثلة كثيرة على أنه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، أو شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالف شرعنا، لو ما خالف شرعنا. أما أن يتخذ شرع من قبلنا شرع لنا وإن خالف شرعنا، ده معناه الدين ده ما نسخ الديانات السابقة وإلى آخره، ده كلام باطل سيء إلى الآخر. في شريعتنا الله حرم إنك تقتل نفسك، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. دي واحد. اثنين، هل الغلام ده قتل نفسه بنفسه ولا أرشد الملك إنه يقتله؟ الغلام أرشد الملك، لكن بتاع الحازي الحزام الناسف ده هو اللي بيركب الحاجات دي، ودي فريق بيناتنا. ثلاثة، الغلام ده لما يموت هل بيكتل ناس معاه؟ كتل ناس معاه ولا مات براو كتلو براو؟ كتلو براو، براو صلبو كتلو. بتاع الحزام الناسف ده بكتل ناس معاه ولا ما بكتل يا ناس؟ بكتل، وبعضهم اصلا ما محارب، وحتى لو محارب دي ما الوسيله الشرعيه. بعضهم يكون بس بيسي منه كافر، بل مرات في دول اسلاميه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. مش كافر جا دخل بعهد، أو بينك وبين بلد وفي عهود وفي مهادنات وفي عهود، أي دخل بأمان بقى مستأمن بقى معاهد إلى آخر ذمي، دخل بلدك حتى لو كافر ده في أمان، ما بجوز لك تشوه صورة الإسلام والمسلمين والناس يصفون بالخيانة وكذي. والنبي عليه الصلاة والسلام ده في لما في خيبر وما خيبر إلى آخره، اليهود عاملوا حتى في الزراعة واتفق معاهم وصاروا بلفوا في المدينة، ما في صحابي بيقتلون. لما خانوا العهد بعد ذاك أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم. المسألة البعدة، الغلام ده لما قتلوه الأثر شنو؟ الأثر الناس أقبلوا على الإسلام الذي في وقته وآمن الناس. أما ديل لما الواحد يقتل نفسه ويكتل غيره بيصد الناس عن الإسلام، مش بيدخل الناس في الإسلام، بل يصد الناس عن الإسلام ويشوه صورة الإسلام وغيرها من الأشياء الكثيرة يا ناس ما في داعي شنو للإطالة فيها. وذكرتها في موضع آخر قريب 7 أو 8 أوجه تبين الخلاف بين هذا وهذا الاختلاف، وأنه لا يحتج بهذا الحديث على هذا الباطل الذي روجه هؤلاء. وعلماء كتار أفتوا بحرمة هذه التفجيرات وأنها من الانتحار وليست من دين الله تعالى. قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين ويظن هذا الذي يفعل هذه الأمور أنه شهيد وليس بشهيد، ده ما شهيد بل ده مخالف، عنده مخالفات تانية وإلى آخره، مخالفات باطلة جدا. ده حاكمه كافر بتاع الغلام ده يدعي الربوبية، وده حاكمك مسلم وإن ظلم وإن جار في النهاية ما بتطلعه من الإسلام. أنت بتثبت له أشياء لكن ما بتطلعه من شنو؟ من الإسلام، وبتتعامل مع الأشياء دي ذاته بالضوابط الشرعية وإلى آخره. كلام كثير، وده بتاع التفجيرات مرق برا إطار الحاكم والنبي عليه الصلاة والسلام وبرا عهده. قال من
خرج على إمامه قيد شبر فمات فميتة جاهلية. تمرك برا طاعة الإمام وبرا حكمه بغير إذنه وتترك بيعته وتخونه في بيعته. قال: من خرج على إمامه قيد شبر فمات فميتة جاهلية، إلى آخر الحديث وغيره من الاستدلالات. الرجل ده الناس تحذر وما تتعامل بالعاطفة، عاطفة يا أخي. أنا في البلد يتكلموا واحدين يتناقشوا في المغابر بس ده قال له يا أخي. المسألة دي الدكتور ذاته عبد الحي يوسف أفتبيع بس مما قال كذي قال له بالله عبد الحي ذاته أفتبيع خلاص الموضوع ده انتهى، انتهى كذي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الدكتور ولا إلى الله والرسول، إلى الله والرسول. كلام كله ده ذول الناس تتركه وتبتعد منه. هؤلاء هم الذين يفتون بهذه الفتاوى، مسجلة الآن صوتية وفيديو برضو موجودة في اليوتيوب لو دخلت تسمعها، غير الموجود في الكتاب. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه، وأن يتجاوز عنا أجمعين، وأن يجمعنا في دار كرامته إخوانا على سر متقابلين. نأسف للإطالة، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.